صورة السلاح الذي تم استخدامه. لما تتحدث عن هذه العملية بتفاصيلها وبالعبارات التي كتبت على هذا على سلاح الجريمة، عمره 28 سنة يا دكتور، يعني هذا في مقتبل عمره، مما كتب أقول لك، هذه عندك 1683 فيينا، معركة فيينا، الخلفية الموسيقية اللي كانت بالمقطع تدري وش كانت؟ كانت أغنية صربية، المغني اسمه رادوفان كاراديتش، لقبه سفاح البوسنة يوم المذبحة العرقية التي كانت في عام 92-95 في البوسنة والهرسك. في عمق وبعد تاريخي كان يحرك هذا الإرهابي مرتكب الجريمة، ما الذي يمكن استنتاجه من ذلك؟ اللي يمكن استنتاجه هذا مهم جدا ويجب علينا، وهنا هالمرة علينا احنا عندنا العرب والمسلمين أقصد، زين، يجب علينا أن نعرف خطورة الطريقة اللي نستحضر بها التاريخ. ممكن تكون من أجل الهوية، وهذا شيء مبرر، كل الأمم تسوي كذا، هذا تاريخ ولازم تعتزبه وتتذكر أحداثه، أو أننا نستحضر التاريخ باعتباره ثارات، وهنا المشكلة. فإذا التاريخ يجب أن لا يغيب، لكن التاريخ يجب أن يكون حاضر باعتباره هذا خلفية وليس باعتباره ثار مع أحد، مع أي جماعة من الجماعات. هذا مثال ساطع على قضية خطورة استحضار التاريخ بوصفه ثار. طبعا غير ان حكايه معركه فيينا احد المؤرخين علق عليها بعد الحادث، كان المعركه بين في كل طرف فيها مسلمين ومسيحيين، صحيح، في الطرفين، فاصلا معلوماتها مغلوطه انها بين مسلمين خلص ومسيحيين خلص. فاستحضار التاريخ بهذا الشكل قد يكون سام. التاريخ لا يغيب، التاريخ دائما نحتفظ فيه، لكن نحتفظ فيه باعتباره يشكل هويتنا وذاكرتنا، وليس باعتباره أن نريد أن ننتقم من هزمونا قبل زمان ولا نعيد أن نهزم من هزمناهم من قبل. تتكلم بشكل شمولي جدا على البشر ككل، معرفة التاريخ بالنسبة للبشر وليس جماعة معينة. وأعتقد أنه عندنا كثير، حتى في تغريدة كنت حاطها، واحد يقول معلق على الصورة ذي قبل شوي، يقول صح صحوا يا مسلمين، صح صح نسوي مثله، يعني صح صح نسوي مثله، بدل أن ندين طريقة استعارة للتاريخ نقول صح صحوا. حتى الطرف الآخر مثلا الممثل في الجماعات الإرهابية كداعش على سبيل المثال ليس للحصر، التاريخ محرك ومحفز لها جدا. التاريخ إذا حطيته باعتباره ثار أو استعارة جاد، هو يخليك في حرب مع العالم، بالذات إذا كان عندك ماضي تاريخي كنت في يعني متسيد للعالم. أنا